مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا حاليا كنتواجدوا في دار الشباب العنق اللي فيها كاين واحد الاحتفال زوين 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 بزاف بمناسبة عيد الاستقلال المجيد اللي كامل المغاربة كاملين اليوم كيحتفلوا به. فمعنا اليوم رئيس مجلس دار الشباب اللي غادي يقربنا أكثر من أجواء الاحتفالية اللي كاينة، وهذا الاحتفالية اللي بطبيعة الحال الأساس ديالهم الأطفال الصغار. أستاذ السلام عليكم. السلام، أنا مجلس دار الشباب العنق. إذن جمعية المجتمع المدني بتنسيق مع إدارة دار الشباب العنق ومجلس دار الشباب العنق تنظموا اليوم هذا الحفل الذي يصادف الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد. أولا الهدف من هذا النشاط هذا كيف تلاحظوا ولاحظتوا معنا داخل هو يخص بنسبة كبيرة الوليدات الصغار اللي السن ديالهم يتراوح ما بين 6 سنين حتى 16 عام، والغاية منه هو نذكروا الوليدات بهذه الأيام الوطنية ديال المغرب، لأننا للأسف ولا نسبة كبيرة ما تعرفوهاش. وهذه مبادرة من الجمعيات المجتمع المدني بدار الشباب العنق على أنهم يحيوا هذه الذكرى هذه، بالإضافة إلى مجموعة من الذكريات اللي غادي تجي من بعد. إذن بالنسبة للبرنامج ديال اليوم عندنا حفل ديال لوحات فنية تقدموها الوليدات ديال دار الشباب العنق ديال مجموعة من الجمعيات، بالإضافة إلى بالموازاة مع ذلك كاينة ورشة ديال الرسم وكاينة ورشة ديال الإسعافات الأولية، وفي الأخير غادي يكون الحفل الأخير اللي غادي نوزعوا فيه بعض الهدايا والجوائز على جميع الوليدات اللي حضروا معنا لهذا الحفل هذا. إذا نتمناو أننا نكونوا ولو بنسبة قليلة حين هذه الذكرى، واللي هي ذكرى غالية على المغاربة جميعا، لأنها بالدماء وديال الآباء ديالنا باش وصلنا لهذا بالطبع، وعلى رأسهم يعني المغفور له محمد الخامس والمغفور له الحسن الثاني. والآن نعيش يعني كيف تنقولوا الديمقراطية والتنمية البشرية على مستوى محمد السادس إن شاء الله. إذن تفضل. عندنا تقريبا حوالي ما بين 50 و 60 طفل. لي زاكتيفيتي اللي كاينين كما قلت في البدايه، عندنا ورشه ديال الرسم، وعندنا ورشه ديال الاسعافات الاوليه، وعندنا ورشه ديال اللوحات الفنيه التي قدموها الوليدات، بالاضافه الى مسابقات رياضيه اللي كاينه خارج المؤسسه هنايا على مستوى الملاعب المجاوره، على مستوى كره القدم وعلى مستوى كره السله. لا، اهم حاجه عندنا هو اننا نعرفهم بالتربيه الوطنيه، لان مساله ضروريه قد ما وصل الانسان للمستوى ديالو الاكاديمي ولا الفكري، خص دائما نبقاو متشبتين بالتوابيت ديالنا ونعرفوا الايام الوطنيه اللي الحمد لله متواجده وخصنا نعرفوها كاملين. وهذه فرصه على اننا الى لاحظتي كنا درنا واحد المسابقه اللي بسيطه من خلالها وصلنا مجموعه من الرسائل لهاد الوليدات على انهم يعرفوا الايام الوطنيه المغربيه كامله. شوف، هناك مسؤوليه مشتركه، كاين اولا الاباء وكاين المؤسسات التعليميه وكاين حتى جمعيات المجتمع المدني، لان هذه مسؤوليه مشتركه، كل واحد خصو يعطي واحد النصيب ديالو باش نوصلوا على الاقل. راه كاين مجموعه من الايام الوطنيه، وللاسف ماشي غير الوليدات اللي ما تعرفوها، للاسف هناك مجموعه من الشباب اللي ما عارفينهاش كذلك. وهذه فرصه ديال المؤسسة التعليمية كما قلت، وجمعية المجتمع المدني، وكذلك الآباء والأمهات، وما ننساش كذلك الإعلام. وبهذه المناسبة نشكركم على المشاركة ديالكم والمساهمة ديالكم في هذا النشاط. الإعلام كذلك تلعب دور كبير في نشر المعلومة. هذه بادرة لمجموعة من المبادرات إن شاء الله اللي غتجي مستقبلا. احنا درنا دعوة عامة، بدينا بالجمعيات ديال المجتمع المدني المتواجده بدار الشباب العنق، وكذلك الجمعيات المتواجده على مستوى عماله مقاطعه الدار البيضاء أنفا، والحفل كان مفتوح في وجه جميع الاطفال وكذلك الشباب.